من جديد برحب بك يا كابتن هيثم، وبرحب بضيوفك الكرام والكباتن الكبار في الاستوديو وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه نادي الاهلي في كل مكان. وبالفعل يا كابتن هيثم زي ما حضرتك قلت، كان معايا واحد يعني من الكباتن الكبار واللي قدر ان هو يبني فرقه كبيره وتقدر تنافس يعني على المباريات في بطوله دوري السوبر لكره السله زي فرقه مصر التامين. يمكن طبعا معايا الكابتن الكبير كابتن محمود سيد المدير الفني لفريق الاول لكره السله بمصر التامين. اكيد برحب بحضرتك في البدايه على شاشه قناه النادي الاهلي، وطبعا خلينا في البدايه اقول لحضرتك هارد لك على مباراه اليوم. كلمني طبعا عن المباراه النهارده واداء لاعبي نادي مصر التامين. تحيه تقدير طبعا للكباتن الموجودين في الاستوديو، كابتن طاهر وكابتن سلعاء وكابتن هيثم سعيد النجم الخلوق والنجم المحترم. طبعا في البدايه انا ببارك النادي الاهلي فوزه بكاس مصر، والنادي الاهلي عامل طفره كبيره جدا وانجاز كبير، فوزه بالبطوله العربيه وبطوله المنطقه وكاس مصر ودوري مرتبط، طبعا انجاز كبير جدا. طبعا مباراه النهارده مختلفه عن المباراه السابقه، يعني احنا طبعا في مباراه احنا كسبنا الاهلي هنا، بس كان فريق متكامل. المباراه دي عندنا اربع لاعبين مش متواجدين من لعب المباراه اللي فاتت، زي يونس محمد يونس ده راح الاتصالات، وجونز ده المحترف راح سموحه، في محمد ابراهيم مصاب، ولاعب تاني اسمه محمد اسامه مصاب يعني، فحتى استعنا بلاعب من الشيئين. طبعا بكل اسف احنا طبعا لعبنا الاهلي في افضل يعني في افضل فترات مستواه، يعني ما شاء الله في طفره كبيره في تقدم، فده يمكن اثر على المباراه النهارده وعلى مستوى اللاعبين طبعا. وطبعا بارك النادي الاهلي. كابتن محمود يمكن حضرتك قلت انه يعني في الموسم ده نادي الاهلي واجه مصر التامين ثلاث مرات، مره في بطوله منطقه القاهره، مرتين طبعا في دوري السوبر في مرحله ترتيب الفرق. حضرتك شايف ايه اللي مختلف في المباراه دي عن الثلاث مواجهات اللي فاتوا، وبالاخص كمان زي ما حضرتك قلت ان في عدد كبير من الغيابات من اللاعبين عن صفوف الفريق، وبالاخص طبعا المحترف اللي النهارده واجهته نادي الاهلي من غيره؟ والله طبعا في اختلاف، طبعا الفرق كانت متكامله عندنا، بخلاف طبعا احنا اول مباراه كانت في المنطقه مع الاهلي خسرنا بونت، تاني مباراه كانت في الدوري في الترتيب يعني وكده كسبنا الاهلي، والثالثه هم كسبونا والرابعه دي هم كسبونا. هو طبعا الاهلي فريق متكامل، طبعا احنا بنجتهد بنحاول نعمل تيم كويس. طبعا اخر الموسم بعض اللعيبه طبعا بتفكر طبعا في انتقالات في عقود ثانيه في حاجات ثانيه، الظروف اللي واجهتنا طبعا ما عندناش محترف، فدي طبعا كلها دي حاجات اثرت على الفريق. لكن ده طبعا ما ينكرش دور نادي مصر التامين كاعضاء مجلس اداره وجهاز فني ورئيس الجهاز، الناس بتبذل مجهود في قدر المستطاع. طبعا احنا مش يعني الاهلي طبعا خلينا واقعيين يعني فرقه محترمه وبتقدر يعني ترجع بسرعه يعني، ومع مدرب كويس طبعا اكيد يعني ولاعبين كويسين يعني. فاكيد طبعا الصفقات اللي الاهلي عملها اخيرا انضمام احمد اسماعيل طبعا مع عودة مستوى اللاعبين عمر طارق وعمر الجندي ومهيب والمحترف، فأكيد طبعا مش هنضحك على بعض يعني الفريق الأهلي فرقة طبعا محترمة وفرقة قوية يعني وجهاز فني محترم يعني. كابتن محمود طبعا تواجد او وجود محترف في صفوف الفريق ده يعني بيضيف للفريق وبيضيف لاداء لاعبي مصر التامين، هل استكملوا ان شاء الله باقي المباريات في بطوله الدوري بدون محترف، ولا هيكون في محترف موجود الفتره القادمه ان شاء الله؟ والله كانت رؤيه النادي ان كان في توقف كبير جدا حوالي شهرين، وكان احنا فضلنا بس المباريات اللي احنا فضلناها مع الاهلي ان شاء الله، وفوت ترتيبنا هيبقى سابع. الحاجه الثانيه فاضلنا نهائي المنطقه نهائي منطقه القاهره، فهو المحترف ما كانش يبقى في اضافه كبيره قوي بالنسبه لينا او وجهه نظر مجلس اداره في كده، فطبعا استغنينا عنه، وان شاء الله يعني نبدا الموسم الجديد بحاجه افضل يعني. هو السنه دي يعتبر مصر التامين عامله انجاز كويس ان هي خدت سادس مرتبط ثالث منطقه ويعتبر سابع في الدوري السوبر يعني، فده يعتبر انجاز في ظل وجود الامكانيات الموجوده واللعيبه المتاحه يعني بخلاف الاصابات اللي كانت عندنا يعني. والاهلي طبعا تيم كبير، انا مش يعني الاهلي زي ما قلت لحضرتك كده فوزه بالبطولات ديت، الفوز بيجيب فوز طبعا، احنا كنا عايزين نستغل طبعا الاهلي بقى عنده نشوه الفوز بالكاس وكده وممكن نخطف المباراه، لكن هم طبعا لعيبه كبيره ومعاهم كوتش كبير ومعاهم جهاز فني معاهم كابتن مودي كابتن الجرحي طبعا وكابتن ضياصي، فطبعا مجموعه كويسه طبعا، وبنتمنى التوفيق للنادي الاهلي يعني. طبعا اهلاويه في الكوره لكن في الباسكت طبعا مصر التامين يعني. محمود اخيرا قبل ما انهي مع حضرتك اللقاء، عايز بس اعرف ازاي ان شاء الله تستعدوا للمباريات القادمه مع النادي الاهلي، يعني كمان مباراه يوم الاثنين ان شاء الله يعني خلاص فاضل يوم، ازاي تستعدوا للمباراه دي؟ هو ان شاء الله بكره يبقى في تدريب خفيف، هنحاول نراجع على الاخطاء بتاعتنا، يبقى في محاضره، في طبعا محاضره فيديو كده نشوف برضو اخطائنا، هنعمل اللي علينا طبعا وتبقى على ربنا سبحانه وتعالى يعني، وده اللي نقدر نعمله لان مفيش وقت خالص يبقى تعمل تحمل استرخاء يعني كده وتعمل استعاده شفاء طبعا ليهم، لكن هو مفيش وقت وربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ان شاء الله، ادعوا لنا بقى. ان شاء الله يا كابتن، بشكر حضرتك جدا، ميرسي جدا يا كابتن محمود. والف مبروك للنادي الاهلي فوز بكاس مصر وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا لحضرتك، وتحيات تحيه خاصه للكابتن هيثم السعيد المحترم اللي انا بحبه جدا وهو عارف كده كويس.
الله يخليك. شكرا ميرسي لحضرتك. شكرا كده طبعا كان لقائنا يا كابتن هيثم مع يعني واحد من الكباتن الكبار كابتن محمود سيد المدير الفني للفريق الاول لكره السله بمصر للتامين، وحديثه طبعا